حبيب الملايين والله العظيم، حبيب الملايين بجد. يعني ليه؟ بيجبر بخاطر الناس. ما في حاجة ينفع تتعمل إلا وبتتعمل، وبزيادة شوية كمان. طيب خليني هنا أخد معانا على التليفون دكتور إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة. أهلا بيك يا دكتور. أهلا أستاذ يوسف، إزيك؟ إزاي حضرتك؟ سنة سعيدة، باحتفالية سعيدة، ورمضان كريم مقدما. الله أكرم علينا جميعا، وزي ما احنا شايفين البهجة طبعا والإيجابية كلها في اللقطات اللي احنا اتفرجنا عليهم، هي دي اللي بنخرج بيها من احتفالية زي كده. يعني الحقيقة يعني دعم الصندوق يا دكتور إيمان، وزي ما حضرتك شايفة وكنت حضرتك طبعا يعني من أبرز الحاضرين، طبعا العشرة مليار إن شاء الله الجداد اللي يخشوا للصندوق. يعني الحقيقة دايما سيادة الرئيس أي احتفالية من احتفالية قادرون بنخرج بقرارات يعني هامة جدا، وطبعا زي ما احنا سمعنا دي أهم مكتسب، يعني العشرة مليار الضخي بهم الأموال بتاعت الصندوق، صندوق قادرون باختلاف. بالمناسبة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة هو عضو في الصندوق طبعا، والصندوق ده مهم ليه؟ لأن فيه الحقيقة اختصاصات مهمة جدا، من أهمها إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، يعني الدعم المالي للكوميسيون اللي بيتكلف يعني الحقيقة، فده حاجة مهمة جدا. ودي من ضمن برضو التوصيات اللي سيادة الرئيس وصى بيها، إن يجب أن نكون نستمر في إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة. بأضيف بقى جزء يعني بشكل أوسع وأكتر وأسرع، عشان هي مهمة جدا عشان نوصل للخدمات بإذن الله. بخصوص الخدمات بقى بشكل عام في عموم الجمهورية، يعني أنا من الناس اللي بتتمنى أن أنا أشوف كل المحافظات، كل المدن، كل الأماكن اللي موجودة في مصر دائما جاهزة لكل أهالينا. يعني ما يبقاش احنا بدأنا نشتغل والحمد لله، لكن أتمنى أنه ده يحصل في عموم الجمهورية. تتوقع دكتور إيمان أنه ده ممكن يجرى على إمتى، أو هنشهد اليوم ده في يوم من الأيام قريب ولا لا؟ دي نقطة مهمة جدا احنا بنقول عليها الإتاحة. يعني أنا يعني المواصلات في طبعا طفرة في المواصلات يعني متاحة، بس يعني محتاجين أكتر بقى الشوارع تكون متاحة، يعني الأرصفة، الشوارع التمهيد تبقى ممهدة، الأماكن اللي ممكن الشخص اللي عنده إعاقة يرتدها، زي مثلا الأماكن الرعاية الصحية. يعني ما زلنا برضو بنواجه بعض التحديات في الأماكن اللي بتقدم رعاية صحية ما بتكونش متاحة قوي، فيعني دي برضو من الحاجات المهمة جدا اللي الحقيقة برضو احنا اشتغلنا عليها مع مجلس نواب لجنة حقوق الإنسان. كنا لسه حتى بنعمل جلسة عن مراجعة الكود الإتاحة في الأماكن، وكان معانا المسؤولين الحقيقة سألناهم يعني ان فين كود الإتاحة في بعض الأماكن. فزي ما حضرتك بتقول احنا شغالين على ده بشكل يعني تنسيقي مع الجهات. احنا برضو اهتمينا قوي الاماكن الجديده، وسياده الرئيس حتى يعني وجه بده كذا مره في احتفاليات قادرون، ان يجب ان تكون هناك المنشات الحديثه فيها كود الاتاحه ومعمول صح، يعني ما يبقاش معمول وخلاص، هو معمول كمان بشكل معايير يعني صحيحه. يعني المحافظات الحقيقه احنا رحنا المحافظات في اماكن فيها اتاحه، زي مثلا محافظه الاقصر الحقيقه أنا بشيد جدا إن فيها إتاحة كويسة. في بعض المحافظات فيها مشاكل، بنقول بقى ساعتها إحنا محتاجين إيه علشان نحسن من الخدمة بقى من الناحية دي. كمان المراكز الشباب الحقيقة أنا بشيد إن في إتاحة فيها في معظمها. المنشآت الرياضية الجديدة فيها إتاحة كويسة. الأندية يعني مثلا الأندية في أندية هتتميز إن فيها إتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة إنهم يرتدوها، بيبقى سهل. أنا بقول برضو الأماكن اللي فيها ألعاب للأطفال دي لازم تكون فيها برضو يعني صح. ألعاب تكون متاحة، بمعنى يكون في مراجيح مثلا تقدر تبقى
بتناسب الكراسي المتحركه، الاماكن اللي بيقدروا يرتبوها علشان يلعبوا زي ما شفنا النهارده. يعني احتفاليه زي دي بتخرج اولادنا من البيت، فهو لما يخرج من البيت خلاص. يعني احنا دلوقتي العالم اللي بنشوفه معانا في وسطينا في المجتمع كبير، ليه؟ مش عشان هو كتر، لا، عشان احتفاليه زي دي بتخلي الاهالي والاسر عندها الشجاعه والاحساس بان المجتمع قابلهم، فبتخرج ولادهم. لما بتلاقي اكبر قياده زي سياده الرئيس زي ما حضرتك شايف كده، يعني الولاد بيبقوا عندهم ثقه ان المجتمع هيقبلهم يعني، فبيخرجوا. طب بعد ما بيخرجوا بقى محتاجين نشتغل اكتر زي ما حضرتك قلت يعني على الموضوع ده. لكن ده مش معناه ان احنا ما اشتغلناش، احنا اشتغلنا 10 سنين مظبوط. الحقيقه كان في جهود كبيره، اقدر اقول ان في طفره، لكن الاحتياجات اكتر، محتاجين بقى ايه نشد شويه ويبقى في التزام اكتر من جميع المسؤولين. على فكره احتفاليه زي دي بتدي التزام اكتر واحساس بالمسؤوليه اكتر، لان زي ما حضرتك شايف كل المسؤولين بيبقوا موجودين فيها، بسيادة الرئيس يعني يبقى نموذج يحتذى بيه، فهم بيبقوا حاسين بالمسؤوليه اكتر 100%. فبيشتغلوا اكتر يعني 100%. بتحفز بقى الدوله انها تشتغل اكتر يعني. صحيح. أنا بشكرك جدا يا دكتور إيمان، دكتور إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة.